إلى الجناح المكسيكي في إكسبو 2020 دبي وما تعكسه وجهته من تراث وأصالة عبر نسيج متدل قامت بحياكته 200 امرأة مكسيكية حرفية. المفوض العام لجناح المكسيك في إكسبو 2020 دبي قالت إن الجناح يعكس دور المرأة المهم في المجتمع المكسيكي، كما أنه يستعرض التنوع البيئي والطبيعة الخلابة التي تشتهر بها المكسيك، من دون أن يغفل عن التعريف بأحد أهم الحضارات التي ينحدر منها المكسيكيون وهي حضارة الشعب المايا. ولمحبي التذوق يوفر الجناح المكسيكي فرصة لزواره للتعرف على المائدة المكسيكية والبهارات التي يتميز بها هذا البلد.